انا اسمي رانيا محمود ومعايا صاحبتي النهارده فاطمه كليه اثار وانا ترميم. لفت نظري النهارده المعرض بصراحه، الالوان كلها جميله واللوح كلها اجمل وحاجات كتير لفتت نظري بصراحه. يعني مهتميه اكتر بالاعمال الطبيعيه، لقينا جبال وشفتي ايه كمان؟ المناظر الطبيعيه جميله جدا والالوان كمان دمجها مع بعض حلوه قوي صراحه. نحب نقول طبعا تسلم ايديكي ان انت وريتينا الجمال والحاجات الحلوه دي. نقد ما عنديش خبره ان انا يعني ان انا اقول نقد. لو مثلا من مجال سياحه، لو في حد جاي مصر، لا طبعا هيلفت نظره الاعمال الجميله دي، هيحب ان هو يتفرج عليها. فحاجة حلوة ان في فنانة حلوة كده في مصر بتعمل لنا حاجات جميلة. شكرا. ميرسي.